واضح ان احنا هنتكلم كتير عن تناقضات الحكام في الموسم الحالي، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن تناقضات الحكم محمد الصباحي، هنتكلم النهارده عن تناقضات حكام كتير جدا، بدايه من مباراه الزمالك والمصري زي ما شفنا في لمسه يد واضحه جدا. انا مش جاي اقول هنا انها ضربه جزاء لم تحتسب للمصري، انا جاي اقول ان حكم المباراه دي، حكم الفار تحديدا محمود عاشور، شاف ان لمسه اليد دي او تحديدا لمستين اليد دول مفهومش ضربه جزاء على الزمالك. ماشي، ما عنديش اي مشاكل. مشكلتي بقى ان نفس الحكم محمود عاشور في الموسم الماضي في مباراه الاهلي والاسماعيلي حسب ضربه جزاء غير صحيحه بشهاده خبراء التحكيم على النادي الاهلي وتحديدا على رامي ربيعه، رغم ان اساسا الكوره ما جاتش في ايده اساسا، لكن حتى لو فرضنا انها في ايده فالكوره من راسه لايده، ارتداد غير متوقع زي بتاعه الزمالك، لكن مع الاهلي حسب ضربه جزاء، مع الزمالك ما حسبش اي حاجه. فطبعا ده تناقض واضح جدا على الحكم محمود عاشور. مبدئيا الكره جت في الجسم وقد تكون جت في ايد، كيف انا ما جتش في ايد اصلا؟ نفترض حتى لو جت في ايده، حتى لو جت في ايده وهي جايه من جسمي، جايه من راسي، من ايديا، من بطني، ما فيهاش ما فيهاش ضربه جزاء. طبعا ده مش اول ولا اخر تناقض لحكم مصري معانا. هنتكلم دلوقتي عن تناقض اخر للحكم امين عمر، وفي مباراه واحده بس، مش هنتكلم بقى في موسم واحد ولا موسم ده والموسم اللي قبله، لا في مباراه واحده بس، مباراه الزمالك والمقاولين في الموسم 2018-2019. نفس الحكم امين عمر احتسب ضربه جزاء غير صحيحه لصالح الزمالك، وتجاهل احتساب ضربه جزاء صحيحه وواضحه جدا من لمسه يد على احمد فتوح لاعب الزمالك. انا هتكلم ككوره وكحكم كوره، لو انا طبعا المباراه دي ده يمكن ضربه الجزاء الاولانيه اللي اتحسبت لنادي الزمالك دي تتحسب، تمام؟ اذا كانت الاولانيه ركله جزاء فدي لازم تكون ركله جزاء ونص. وهنكمل كلامنا مع الحكم امين عمر اللي حاول فعلا يتطور ويحسب ضربه جزاء صحيحه وواضحه جدا من لمسه يد على محمود علاء لاعب الزمالك في مباراه الزمالك والمصري في الموسم الماضي، لكن حكم الفار ما سمحش باحتساب ضربه جزاء على الزمالك وتدخل عشان يمنع ضربه الجزاء دي. الايد بتروح فين؟ بص الايد، حتى هو بيقع كابتن، تبقى ركله جزاء لمسه يد. طيب دلوقتي واحد هيقول لي انت اللي مش فاهم حاجه والحكام صح، لان الكوره مرتده من رجل اللاعب لايد زميله ومفهوم اتحسب ضربه جزاء. ماشي يا سيدي، اثبت على كده بقى وقول لي ازاي الحكم طارق مجدي حسب ضربه جزاء لصالح الزمالك امام سموحه في كاس مصر السنه اللي فاتت، رغم ان برضو الكوره مرتده من راس اللاعب لايد زميله، المفروض في كل الاحوال ما تحسبش، لكن اللي حصل فعليا ان لصالح الزمالك اتحسبت واللي عليه ما اتحسبتش. اذا كده عرضنا ثلاث تناقضات واضحه جدا، في كل الاحوال الزمالك بيستفيد ان لصالحه بيتحسب واللي عليه ما اتحسبش. بالتالي احنا عايزين معيار واحد للتحكيم، معيار واحد يتطبق على كل الانديه، مش بس الزمالك يكون هو العروس ريشه بيتحسب له وما بيتحسبش عليه. بالتالي بقى هنسيبكم كمان هنا مع حالات كتير جدا لمسات يد مختلفه كلها ما تحسبش ضربه جزاء رغم وضوح الحالات دي، لكن في كل الاحوال ما بتحسبش رغم اختلاف الحكام اللي اداروا المباريات دي. هل جت في ايده فعلا؟ ايه يا كابتن مدحت، ايه جت في ايده وركله جزاء واضحه جدا، لان اللاعب هنا الكره ايده مش في الوضع الطبيعي، ان الايد بالشكل ده مش في الوضع الطبيعي. خلاص هنا لمسه اليد موجوده، قرار ما كانش موجود من الحكم. ضربه جزاء للمصري قدام الزمالك لم تحتسب، والماتش خلص 1-0 للزمالك. مخرج بسم الله ما شاء الله عدها من جميع الزوايا، بص اهي ايده جنبه. كورنر ولا مش كورنر؟ شكل فرجاني ساسي بيقول انها ضربه ركنيه. حكم المباراه في اللعبه دي ان هو يحتسب ضربه جزاء، طبعا فتح الله بيكررها كتير جدا، مش عارف ليه، ولكن نتمنى ان هو ما يكررهاش في المباريات المقبله او في مباريات المنتخب. لابو كونييه يطلع فوقه ويشتت الكوره، كوفي اعاده للكوره اللي ارتطمت في ايد حماده طلبه داخل ال 18. طبعا دي مش كل لمسات اليد، في لمسات اليد كتير جدا، احنا جبنا بس اوضح واكبر ضربات الجزاء التي لم تحتسب ضد الزمالك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم والسلام عليكم.